بخير عليكم حبيباتي، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم حبيباتي وكما العاده جبت لكم موديلات عجبتني بزاف، اللي قناطر قطيفه وفساتين شابه بزاف. هاد لاغوب شابه عجبتني بزاف، موديل كاشكور، موديل هايل دومي مونش، وهذه قندوره ستيل غوب، موديل هايل ان شاء الله هنا لاعجابكم. موديلات قطيفه، موديلات جديده عصريه 2020، خياطه جزائريه. وهذه غوب كاشكور عندها لابليك فلامونش مع الصدر ديالها، موديل هايل. وهذه كذلك تشبه بزاف حبيباتي. اللي عجبتها لا فيديو تاع اليوم، نتمنى تدعم القناه بالاشتراك وبالجيم اي لي كومونتير، وما تنساوش تضغطوا على زر الجرس هكذا باش تتواصلوا بجميع فيديوهات القناه. اذا حبيباتي هذا الموديل موديل يهبل، موديل دو كلاس، عنده لا سانتور شابه، لا مونش فولار، موديل كاشكور، موضة هذا العام كيما راكم تشوفوا. موديل شباب بزاف، تقدري تخيطيه باي نوع من القطيفه متوفره عندك، المهم تكون قطيفه ديامون ولا قطيفه كلاسي كيما هذا الموديل، يتشابهوا بزاف. هذا باللون الاخضر وهذا كذلك شباب بزاف، وهذا فليكري. وهذه هي غوب قطيفة، تيسو قطيفة فرواسي، موديل هايل بليز ابليك مونش كلوش، وهذا بلا برودري قطيفة كلاسي. وهذا موديل خياطة، موديل هايل بالقالون، لا مونش شابة بزاف، قطيفة كلاسي، لا كولور شابة بزاف، ان شاء الله تعجبكم. وهذه كذلك غوب قطيفة بالقالون فقط في الصدر وفي لامونش، غوب سامبل. وهذه غوب قطيفة شابة بزاف، موديل جديد ان شاء الله هنا لإعجابكم. وهذه بالقالون قطيفة الهواء، لا مونش تاعها شابة بزاف، عندها لي بلي، موديل هايل سامبل وشباب. وهذه غوب قطيفة كلاسي. اذا حبيباتي وصلنا لاخر فيديو، نتمنى ما تبخلونيش باللي جيم اي لي كومونتير. اذا نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله عن قريب، والى اللقاء.